محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الأطفال، عليكم بقراءة القرآن، والقرآن كل شيء، وحفظ شعر القرآن، وقصص الأنبياء، والقرآن مليء بكل شيء. والله عز وجل أمرنا بقراءة القرآن والسجود إليه وطاعة الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: الشهادتان، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. اللهم حرر فلسطين من اليهود، اللهم احمي فلسطين، اللهم احمي المسجد الأقصى، اللهم احمي المسجد الأقصى، اللهم احمي بلد العلم والعلماء، اللهم احمي دم الشهداء.